سجل مالك شيء في صبات في الشعب الفلسطيني هنا في المغير ينتفض ضد هؤلاء المستوطنين، ضد عربدتهم، ضد استيلائهم على أراضينا. اليوم هنا من المغير من شرق رام الله أعلناها مدوية لكل العالم أننا لن نقبل بهذه العربدة، لن نقبل بهذه الممارسات الفجة ضد أبناء شعبنا. سجل مالك شيء في صبات